اتفاق الحكم مع النص، وأستطيع أن أقول أن القاضي هو دوره تطبيق النص وليس تقدير النص؟ وإلا المسألة بقى إذا كان دور القاضي أن يقدر النص ومدى صلاحية النص للتطبيق من عدمه، يبقى الحقيقة المسألة الحقيقة تحتاج إلى ثورة في تطوير القضاء. ليش معنى القضاء؟ أنا في رأيي أن القضاء هو أهم القضاء وكل جهات القضاء التي تساعد على إقامة منظومة العدالة في مصر. ما أنا لما أقول القضاء ما بقولش ما أقصدش القاضي، بالعكس أنا مصر أن حلقة القضاء في مصر هي أفضل حلقات مرفق العدالة. إنما من